مستغرب هتجنن، مبيعات الكتاب بتاعي صفر، وبعدين انا مش طالب كتير في النسخه، هم 10,000 ريال في ايه؟ عندك حق والله يا مولاي، بس انا سمعت ان في هجوم اعلامي كبير جدا عليك، وفي اعلامي بيخصك بالنقد. اسمه ايه؟ عمرو اديب. شغل يكون جايب سيرتنا. حكاية غريبة جدا، حكاية الامبراطور ده اللي يعمل كتاب. انا افهم الامبراطور ده يشوف اصول الدولة، يشوف ازاي يحافظ على الحصن بتاعه، انما قاعد يألف كتاب. كتاب ايه وبتاعي؟ انا مش فاهم الامبراطورين بتوع اليومين دول عاملين كده ازاي، وقاعد يطلع حصنة وقاعد يطلع وحوش وكله كوم والكتاب بتاعه كوم. هنسيبه يحرق دمنا ولا ايه؟ تسلي دخلي على الهواء معاه. يلا ايوه، بس هو في الشو بتاعه دلوقتي. ادخل لي على الشو بتاع تسلي يا حارس، دخلوني على الراجل ده على الهواء.